متابعينا الكرام، سعد الله مساءكم بكل خير. الآن كنتواجهوا أمام الأكاديمية الجهوية للتعليم بمدينة جديدة مع هذا السيد اللي كيعتصم من أجل الأخت ديالو اللي تم الرفض ديالها من المؤسسة التعليمية النواحي أولاد فرج. ونخليكم مع هذا السيد اللي غيحاول يقربنا من المشكلة بالضبط. السلام عليكم، أنا مصطفى بن موسى، كان طالب بالحق ديال اختي في التمدروس بحكم أنها كانت كتقرا في ثانوية السنونبر وتم الفصل ديالها نظرا لانها ما نجحتش في فات لي وها كانت كتقرا في السيزيام وما نجحتش، وعاود عاودت العام في السيزيام نجحات وطلعت للباك، ما قدرتش انها تنجح في العام الاول في الباك، وملي دفعت طلب استعطاف دجمز ليش القسم وما قبلوهاش. ملي ما قبلوهاش مشيت عند السيد المدير طلبته، قلت له ودي بغيت الدريه اختي تكمل عام، قال لي الطاقه الاستيعابيه ديالنا في حدود 40 في القسم، ما غاديش نقبلوها، خاصك تدبر ليها في مؤسسه اخرى. وبحكم ان حد ولاد فرج كتواجد بمؤسسه وحيده هي السنونبر، وظروف الامكانيات الماديه ما تقدرش تسمح لي بلي انني نمشي ندي اختي نكري ليها ولا شنو هو، اضطريت انني نمشي للثانويه ديال الخميس المفتوح. هضرت مع المدير ديال الخميس المفتوح، صيفط لي الوالده ديالي هضرت معاه، قال ليها ما غيمكنش نعطيك موافقه باش تجيبيها ليا لانها من حقها تبقى في السنونبر. وجيت عند مدير الاكاديميه قال ليها ما كاينش حل، ومازال كنطرق بزاف البيبان وما لقيتش لحد الساعه لحدود الساعه ما لقيت حتى شي حل. الدريه اختي اللي كره وما غادين وهي راه ما كتقراش، جالسه في الدار. انا ما عرفتش في دول غربيه الناس انها كتحفز التلميذ اللي باغي يقرا وكتساعده رغم الامكانيات، وهنايا ما عرفتش الوزاره كتبذل مجهودات كبيره في محاربه الهدر المدرسي واختي مازال ما كتقراش. اللي بغيت نقول عاوتاني هو انه ما عرفتش ان الباركور ديال التلميذ 18 طون ديال ليتيد وان فان دو كونت الجواز ديالو اللي هو البكالوريا باش يعطيه لاكسي لمجموعه من لي زيكول ما كاينش، سو كيفي انه الا ما خداش البكالوريا ما كيساوي والو. باش نعاود نرجع معاك للقصه، دابا من بعد ما وقع لك هذه المشكله ووقع الاخت ديالك هذه المشكله هذه، جيتي التجأتي للاداره؟ جيت عند السيده اللي مكلفه بالجواب ديالك، قالت لي انا غادي ندير معاك مجهود، وقالت لي تعاود ترجع عندي، وفعلا عاود رجعت عندها اليوم، وقلت لها ودي راه مشيت عند السيد المدير وطلبته اميكالمو وما دارش معايا شي حل. قالت لي غتشوف مدير الاكاديميه، مدير الاكاديميه هضرت معاه حتى هو قال لي خاصك ترجع تشوف عند المدير، السيد المدير حتى هو ما كاينش شي حل. وبقيت كنمشي ونجي صون اوبجيكتيف، الى درجه ان المدير قال لي شرط تعجيزي ما غاديش نقدر نعطيك سميتو شي ترونسفير ولا شي وثيقه حتى تمشي تجيب لي وكاله. ومشيت ديبلاسيت للدار البيضاء عند الوالد ديالي بحكم انه كيعيش تما في الدار البيضاء وعنده شلل نصفي، واضطريت انه ندي في شاز غولونت للمقاطعه في الدار البيضاء ووقع لي وكاله، وها هي مرفوقه عندي دابا، ها هي الوكاله جبتها معايا، ولكن لحد الساعه مازال ما كاين حتى شي حاجه، ها هي كتحمل التاريخ ديال اليوم. وبما انه تسدوا في مجموعه من البيبان اضطريت انني ندير ندخل في اعتصام. هذا الشيء اللي كاين خويا، شنو هي دابا الرساله ديالك؟ نتمنوا من الله هذا الامر يتحل، يعني نتمنى انك تلقى الرساله اللي كنطلب بها انه في البلاد ديالنا خصنا نحفزوا الناس اللي باغيين يقراو، وخصنا نساعدوا على الناس اللي باغيين يقراو، ما نديروش بلوكاج، وخصنا نشوفوا الاسباب اللي كتخلي انه الاكتظاظ في المؤسسات. اكوا ساسيغ انه 60 تلميذ اللي ما نجحاتش، سو كيفي بلي المؤسسه ما عندهاش روندمون، سو كيفي بلي كاين شي حاجه اللي كتخلي الناس ما ينجحوش. خاصنا نبحثوا على الخلل، ماشي نبحثوا اننا نصيفطوا التلميذ ما يقراش نفصلوه، هذا هو غيكون عندنا، هذا هو الحل، هذا كنعتبره انا ماشي حل ديال المشكل، بطريقه ما حليناش المشكل في الجدر ديالو، بالعكس سيزداد الطين بله. خويا بغيت نرجع معاك لواحد النقطه اللي هي مهمه وربما كان خاصنا نسيقوها في السؤال الاول، كيفاش النفسيه ديال البنيه دابا من بعد ما سمعت هذه المشكله؟ اختي في حاله هستيريه وبانها ما كتقراش وكتشوف الناس كتقرا وكتدمر، وكنقول لها باللي غير حاولي ديري واحد المجهود انك حاولي تقراي وان شاء الله الخير غادي يكون، غير استمري. والى درجه انني مشيت ودبرت في استاذ في حد ولاد فرج وخلصت لها حصه ديال الدعم، ولكن بما انها غتقرا اوفيسيال كود ماسار باش يكونوا عندها لي كونترول كونتيني ولا الامتحان الوطني، لحد الساعه مازال ما كاينش شي حاجه اوفيسيال، يعني اور نظام التعليمي. شكرا جزيلا مره اخرى، كنشكركم حتى نتوما على هذه المسانده ديالكم، الله يرحم الوالدين. مرحبا، حنا كيف دورنا اننا ايضا كنتمنوا لك كامل التوفيق، ونتمنوا البنيه حتى هي هذه الرساله اللي انت كتوصي بها كيمكن لها تلقى ديالي في التعليم. انا سميتو النيفو ديالو انجينيور ودزت من هذا الشيء، وكنت كنقرا في قسم اللي كان 60 واحد، ومع ذلك اللي بغى يقرا تيقرا، غير الاستمراريه والجديه. وانا كنتاكد في اختي بلي انها لا رجعت تقرا غادي تنجح، وانا كندعمها. شكرا جزيلا، السلام عليكم.